يعطيكم العافية. احنا اليوم عند ديكاثلون، هذا احد المحلات اللي فتحت جديد في اوتوا، اسعاره كتير كتير رخيصة. بس عم بحكي عن الاسعار اليوم، بدي اورجيكم شغلات جوا فيري نايس، انت اولادكم تيجوا تتبضعوا بس تنبسطوا. ديكاثلون طبعا من المحلات المشهورة في اوروبا، وهو من اعتقد فيه له فروع في 40 دولة وآلاف الفروع، لكن عندنا في اوتوا هذا كان اول فرع فحبينا نشوفه، وشفت شغلات رائعة فقررت اشارككم فيها. ضلكم معنا. هذا الستور مش بس كبير طبعا، في تخفيضات زي ما انتم شايفين، اسعار رخيصة كتير، يعني 12 دولار غاد في باك، 5 دولار ثيرمال، في اماكن للاطفال يلعبوا فيها فور فري. يعني شوفوا هون هذا المكان، شايفين هذا بالبسكليت غاد الولد راح، هاي واحد تاني بالبسكليت، بيجوا الاولاد بنبسطوا والاهل بتبضعوا. هون مكان اذا بدك تتصور زي ما انتم شايفين هون بيلعبوا. هو مكان للسبورت، محل بيلعبوا بادمنتون وغاد باسكت بول، كله فري. وغاد طاولة، وجوا سوكر. هنا اورجيكم هاي سوكر، فمكان شوية هيك رائع. الأسعار يعني أنا شايفها مش غالية كتير، حورجيكم بعض الأسعار بالنسبة لل، يعني هاي الشنطة شكلها للهوكي، أسعار يعني عادية. هذول الجلوفز بعشرين دولار، 15، يعني أسعار مش خيالية زي ما بيحكي. وهاي الطاقية مثلا 3 دولار، طاقية شتوية، سكارف. فلا الأسعار كتير نايس وسهلة ورخيصة، وآي ثينك إنه ممكن تيجوا هون تتبضعوا وبنفس الوقت تيجوا تنبسطوا مع أولادكم وتغيروا جو. يعني الأولاد بصيروا يلعبوا، طلع هذا ماشي بالبسكليت وهذه بالبسكليت. هورجيكم مكان هلا جوا، هذه الأسعار سريعا، يعني احنا نحكي عن ذا الأحذية. طلع هذا مفحط ما شاء الله عليك، هم بيقدروا يلعبوا باسكت الأولاد. هم صلحوا لك شكلهم البسكليت ولا ايش هذا؟ هون بدهم يلعبوا جولف. هون هلا كانوا الاولاد يلعبوا، شايف حاطين لك شغلات هيك على الارض، بس خلي الاولاد يلعب، خدها ويلعب بالستور يعني. فهون اذا بده يتسحلق هدول الخوذ للاستخدام. فمكان رائع جدا وان شاء الله تنبسطوا فيه وتستمتعوا. المانجر انه عندهم بوليسي، اي شيء موجود هون اون ديسبلاي يو كان يوز ات، اذا موجود ومفتوح العلبه او مفتوح يو كان يوز ات، زي البسكنتات اللي ورانا، العلب اللي مغلقه طبعا ما بتقدر تفتحها اللي زي هيك، بس اي شيء مفتوح بتقدر تستخدمه. اذا عجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناه واعملوا شير مع أصحابكم.